إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 787 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,251,297 حالة، بينما تم تسجيل 6 الوفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات في المغرب إلى 16,184 حالة وفاة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 1,472 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 1,222,252 حالة شفاء. متابعينا الكرام، فجهة الرباط سجلات 99 حالة وحالة وفاة واحدة، بينما مدينة القنيطرة سجلت 32 حالة، صخيرة تمارة 30 حالة، سلا 27 حالة، خميسات 19 حالة. متابعينا الكرام، وسيدي قاسم 10 حالات، بينما الدار البيضاء 99 حالة، جديدة 45 حالة، مديونة 9 الحالات، محمدية 3 الحالات، نواصر حالة واحدة، برشيد حالة واحدة، ومدينة بن سليمان كذلك حالة واحدة، بينما مراكش 46 حالة وحالة وفاة واحدة، قلعة صراغنة 17 حالة، الرحامنة 15 حالة، أسفي 8 الحالات وحالة وفاة واحدة. أكادير 42 حالة، تارودان 14 حالة، إنزكان 12 حالة وحالة وفاة واحدة، شتوكا إشبهات 100 حالات، تيزني 3 حالات، فاس 39 حالة، مكناس 23 حالة، تازة 6 حالات، الحاجب 2 حالات، تاونات حالة واحدة، إفران حالة واحدة، بينما صفروا حالة واحدة كذلك. متابعينا الكرام، إذا الناظور 24 حالة، وجدة 17 حالة، بركان 12 حالة، فيكيك 7 حالات، دريوش 3 حالات، تطوان 16 حالة، المضيق الفنيدق 9 حالات، العرائش 8 حالات، شفشاون 4 حالات، حسيمة كذلك 4 حالات، ووزان 3 حالات، بني ملال 10 حالات، خريبكة 7 حالات، قيمصار 2 حالات، زاكورة 5 حالات، وجزات 5 حالات، تينغير 4 حالات، الرشيدية 4 حالات، واد الذهب 9 حالات، سيدي إفني 3 حالات وحالة وفاة واحدة، قلميم 2 حالات، السزاك حالة واحدة، العيون 2 حالات، وبوجدور كذلك متابعينا الكرام 2 حالات. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 787 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,251,297 حالة، بينما تم تسجيل 6 الوفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات في المغرب إلى 16,184 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 1,472 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 1,222,252 حالة شفاء. متابعينا الكرام، إذا مزيدا من الحيطة والحذر، متابعينا الكرام مزيدا من الحيطة والحذر، إذا فكنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.